يحاول أن يتسلم. سي عمر أنا كنت أظن يكون وقت إضافي، وش رأيك؟ حتى أنا كنت أعتقد يكون وقت إضافي، لكن أظن أنه هذه إجراءات اتخذتها أخيرا الكونفدرالية الإفريقية في خصوص أعتقد هذا، لأن حتى أنا شخصيا كنت أعتقد أنه كان فيه وقت إضافي. يعني المكتب التنفيذي عنده الأحقية باش يقرر ما يشاء. صلاحيات طبعا، وكما قلوا خير البر عاجله. عاجله. لله دروك. هكذا باشي كما تشاهدون، ولو أن الإخوة المصورين يتلقوا صعوبة أمام الازدحام الكبير، يعني نعذروهم صعوبة كبيرة باش يلتقطوا الصور الحقيقية لأبطال الجزائر من أبناء إفريقيا ليتسلموا كأسهم وشوفوا هذاك الازدحام الكبير والرائع اللي يبقى ذكرى خالدة في تاريخ الملعب الأولمبي وفي تاريخ الكرة الجزائرية، واللي هي صورة طبعا لتعكس الكرة الإفريقية في هذا الاحتفال الرائع. لا أشك أبدا في أن أصدقائنا من أبناء غينيا الشقيقة هم أيضا محتفلين، لأن الانتصار هو انتصار للكرة الإفريقية، وكان انتصار كما شاهدناه نظيف في مقابلة نظيفة جديرة بالفريقين، هذا سي زنير وباشي وغيرهم اللاعبين وباشطة يحييوا في هذا الجمهور الغفير اللي كان وفي معاهم حقيقة، والجمهور أصبح ذواق يعرف اللقطات الجميلة والبارعة. وها هو الآن الجمهور كله يتجمع، المناصرة للكرة الجزائرية ممثلة عبر فريق مولودية الجزائر متناسيا حتى الفرق متاعه، هذا شيء حقيقة يشرف.